احنا معانا على التليفون الدكتور عبد الوهاب الغندور، الامين العام السابق لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء. دكتور مساء الخير واهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. قول لي، شايف ازاي اهتمام الرئيس السيسي بملف التعليم وتوجيهاته النهارده باهميه البناء الفكري والتربوي لدى الطلاب؟ هو الحقيقه انا ده استكمال الاهتمام ابتدى من يمكن بعد 30 يونيو على طول، فاحنا الحلقه دي حلقه في سلسلة طويلة أدت لمشروعات أعتقد أن كثير منها واعد وهيبتدي يؤتي ثماره قريبا، سواء في التعليم العام أو التعليم الفني. وأعتقد أن أحد هذه الثمار المنظومة الإلكترونية، اللي أعتقد أن لولاها كانت المشكلة بتاعت وباء كورونا تفاقمت أكثر، وكان هيبقى أثرها على التعليم أعتقد أكثر سلبية بكثير مما حدث خلال الأربع أشهر الماضية. وبالتالي ده مؤشر يخلينا نهتم أكثر بالتعلم عن بعد وبالتعلم الإلكتروني. وأعتقد أن التوجه القادم للدولة هيبقى في مجال التعلم عن بعد والتعلم الإلكتروني وهكذا، لأن هو ده الترند اللي ماشي في دول العالم كله، وهو ده الترند اللي بيسمح لنا أنه عجلة التعليم لا تتوقف في حالة وجود مشاكل أو كوارث طبيعية أو غيره. طيب، الرئيس النهاردة دكتور عبد الوهاب وجه بالتوسع في استخدام تطبيقات التعليم الإلكتروني وميكنة وسائل التعليم. كلمني عن ده في المستقبل، إزاي هيعمل نقلة نوعية في منظومة التعليم؟ مهم جدا أن الطالب يبتدي يتعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة. صحيح هي دي وسيلة، ولكنها وسيلة يستطيع من خلالها الطالب أنه يصل لما نريد ان يصل اليه بطريقه اكثر فاعليه ببساطه شديده. يعني احنا عايزين برضو نقول انه موضوع التعلم عن بعد ده مش هدف، ده وسيله، ولكن استغلالها لتحقيق الهدف المرجو. وبالتالي التفاعل عن طريق التعلم عن بعد نقدر باسلوب ابسط بكتير نوصل في شق كبير من المنظومه التعليميه، عشان ما اعممش، لان في جزء عملي قد يكون مهم جدا ومش هنستغنى عنه، ولكن في شق كبير من المنظومه التعليميه اذا اعتمد على التعلم عن بعد هنقدر ان احنا نوصل للطالب الافكار والميثودولوجي بيسموها اللي احنا عايزين نوصلها له ونكونه في الطريقه المستهدفه. طبعا ده ما هواش بديل عن تواجد الطالب في احيان كثير في مدرسة وغيره، ولكن هو عامل مساعد وهام، وفي بعض الأوقات بيبقى البديل الأساسي عشان عجلة المنظومة التعليمية لا تقف. واحنا شايفين أعتقد الكلام ده بيحصل اليومين دول. طبعا هذا الموضوع بيحتاج جنبه منظومة متكاملة بتتبني. صحيح ما اكتملتش، ولكن أعتقد أنه بدايتها يجب أن كل الدولة تتكاتف عشان تكتمل هذه المنظومة من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجميع الوزارات المعنية، عشان القصة اللي احنا بنتكلم فيها دي محتاجة بنية تحتية في منتهى القوة. اما هنتكلم عن مصر بصفة عامة بنتكلم مش بس عن المدن، بنتكلم عن القرى والنجوع وجميع المناطق اللي عايزين نوصل لها هذه الخدمة. وبالتالي تحدي بديناه، واعتقد ان الهدف ان احنا نكمله الى ان نصل للكفاءه القصوى لهذه المنظومه. طيب، الوزير وزير التربيه والتعليم استعرض خلال اجتماعه مع الرئيس السيسي البرامج والمشروعات المرتبطه بعمليه تطوير التعليم يا دكتور، زي برامج بقى تدريب المعلمين، انشاء المدارس الجديده زي المدارس اليابانيه، مدارس ذوي الاحتياجات الخاصه، واعداد وسائل تعليميه جديده وتطوير المناهج بالاشتراك مع الجهات العالميه المتخصصه اللي ليها خبره يعني كبيره في المجال ده. شايف اهميه يعني هذا العرض ازاي؟ ولو ليك اي ملاحظات يعني عما تم عرضه. الـ 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 الأنظمة التعليمية اللي في توجيه رئاسي النهاردة بالاهتمام بيها هي أنظمة تعليمية، لأن ما فيش نظام تعليمي بيبنى على طريقة واحدة. وبالتالي تعدد الأنظمة التعليمية وتعدد النماذج ده بيخدم المنظومة التعليمية ككل. عشان كده بنشوف نماذج زي المدارس اليابانية وخلافه
في توجه بالاهتمام بيها، لانه المخرجات بتاعتها بتخدم المنظومه التعليميه على النطاق العريض اللي بتتكون النهارده من 55,000 مدرسه. فال 55,000 مدرسه دي التجارب الناجحه قد يؤخذ منها بعض الاشياء اللي تضيف الى هذه المنظومه التعليميه. واعتقد التوجه بتاع النماذج ده والانظمه التعليميه المختلفه في النهايه بيصب في مصلحه الكل، وده مهم طبعا جدا. وده هينعكس ازاي على سوق العمل بقى مستقبلا يا دكتور؟ هي المنظومه التعليميه المتطوره دي بتبقى هدفها الاساسي انها بتخاطب في الطالب المهارات، او بتحاول ان تنمي في الطالب المهارات المطلوبه لسوق العمل. طبعا في مرحله التعليم الاساسي بتبقى المهارات الاساسيه، وبعدين بعد كده هو لما يخلص التعليم الاساسي بتبتدي المنظومه تنمي فيه. وعايز برضو اقول في مرحله التعليم الاساسي دي المهارات الاساسيه من ضمنها انها تعلم الطالب كيفيه اكتشاف قدراته ومواهبه، فما يجي يختار ما ياتي اوان الاختيار يختار بالاسلوب الصح التخصص الذي يتناسب وقدراته ومواهبه وما الى ذلك. وبالتالي بعد كده هو بتبتدي المنظومه التعليميه تروح للمهارات والتخصصات اللي مطلوبه في سوق العمل، ودي نقطه مهمه جدا عشان ما ننتهيش بمنظومه تعليميه بتديني طلاب او خريجين على كفاءه عاليه ولكن تخصصاتهم غير مطلوبه في سوق العمل وفقا للمقومات الطبيعيه للدوله ومشروعاتها القوميه والخطه بتاعتها. وبالتالي كماله هذه المنظومه التعليميه انها تبتدي تقتصر على التخصصات المطلوبه في سوق العمل المصري وفقا لمشروعات الدوله القوميه ووفقا لتوجهاتها المستقبليه. ودي نقطه ثانيه مهمه جدا عشان ما نبقاش بنعد اعداد جيد لبضاعه تخرج في السوق ملهاش طلب. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الوهاب الغندور على هذا التحليل، شكرا ليك.